تفضل اخ جمال العمر. الاخ رئيس، انا طبعا يعني ما شكك من اخوان نوايا واجتهادهم، لكن يا ابو فهد خليك انسان منطقي زين. مجلس الوزراء يعني ما هو مجلس فني اكثر ما هو قرار سياسي. يعني باكر اذا خاصه في بعض المناقصات، ولجنه المناقصات مثلا ما رست، راح يكون هناك توجه سياسي وابتزاز سياسي لمجلس الوزراء وهو جانب غير فني. لذلك انا يعني احذر الاخ الرئيس، اذا خليت الامر او القرار النهائي ما هو معمول حاليا وبشكل محدود فني، فيما لو ان هناك لم يتم تطبيق القانون، لكن اليوم تترك الامر وتجعل كان هناك لجنه مناقصات عليا للتظلمات، مجلس الوزراء ما راح يشتغل، راح يقعد بس يشوف تظلمات الكل، لان اي مناقص ما راح يربح راح يروح مجلس الوزراء. ها، عطى الميكروفون. المطلوب انه يكون التظلم الى لجنه المناقصات نفسها، لان التظلم يكون بحضورهم، حضور الجانبين. ها، انا قاعد اقول الحضور يكون بالجانبين، لان القرار هو فني مالي بحت لا يخضع الى قرار سياسي. اما اذا ارتقى هذا الامر الى مجلس الوزراء فهناك قرار سياسي. انا طبعا احذر، انا اعتقد ما هو معمول فيه حاليا، معمول فيه حاليا انا اعتقد افضل، ورفع الحرج صراحة السياسي حتى على مستوى مجلس الوزراء، وان كان اليوم حتى مجلس الوزراء يملك هذه الصلاحيات وعنده لجنة فنية خاصة اذا كان هناك تظلمات من اي جهات اخرى. لكن اذا جعلنا هذا الامر كأنه متاح لكل المناقصين، معناته كل مناقصات الكويت وكل الاخرين اللي ما راح ترسي عليهم راح يتظلمون الى مجلس الوزراء. وشكرا الاخ رئيس. شكرا الاخ رئيس. الاخ رئيس، انا اعتقد يعني شوف الحكومه متفهمه، اللجنه مو متفهمين، ماني عارف، ما زال الاخ ابو فهد يعتقد انه ما ممكن تظلم من نفس الجهه. ما انت حتى السلطه القضائيه بتظلم، تظلم حق نفس الجهه، ما تروح جهه اخرى. انا اقول لك ان الحرج السياسي، هم الاخوان الوزراء حاسين بالحرج السياسي في مناقصات الطي حكومه يا اخي، والله الحكومه ما تقعد لها 3 اشهر. لذلك انا وياك ابو عبد الله انصحكم نصيحه، ان لا تحطوا لجنه مجلس الوزراء، ما انتم القانون حاليا يسمح لكم في حالات معينه تنظرون فيها بلجانكم الخاصه، ما هو واقع الحال افضل. لا تحطون لجنه داخل مجلس الوزراء لكل التظلمات، باكر تبتلشون، لانه راح يكون قراركم هو النهائي بالنسبه حق المناقصات. لذلك انا اعتقد الاخ الرئيس احنا تقدمنا بعض الزملاء ان عطى الميكروفون. شكرا الاخ رئيس. ان التظلمات لنفس اللجنه، لان في حاله التظلمات يستدعى الطرفين ويؤخذ في رايهم، ومن ثم اذا ما صار في اقتناع هم للحق يلجا، لان في هناك ديوان محاسبه في رقابه مسبقه زين، اللي يستعين فيهم مجلس الوزراء. لكن اذا اعطيت مجلس الوزراء بتخصيص لجنه للتظلمات هذه بلوى، معناتها ان هذه اللجنه هي قرارها النهائي. حتى لو بتقول بالتوصيه، هذه التوصيه مستقبلا مركز القانوني سوف يضرب مناقصه، لان على ضوء توصيه مجلس الوزراء اروح المحكمه اهفك حكم وتبتلي شويه بالمناقصه. لذلك انا احذر ان يجب ان يكون التظلم نفس اللجنه. وترى مو صحيح كلامك ان كثير من قرارات اللجنه عندما تظلمت عليها عدلوا عن رايهم ما دام فيها قناعه. انا الاخ الرئيس ما زلت طبعا عند رايي، واتمنى ان الاخوان في الحكومه يدافعون عن رايهم ورفع الحرج السياسي، لان الحكومه